المايلد كراودنج عموما. الصورة اللي على اليمين دي بتعرفني ان الكناري ريليشن ده ممكن يبقى غلط في اي وقت من الاوقات، بس في مجال ان نرجع نعيد السلايد السابق بعد اذنك. دي تمام دي البن السلايد يا دكتور. بالظبط. تمام، دلوقتي السنان بتاعتنا في النورمال بتاعها يعني بوزيتيف 7. تمام، اقدر ان انا اعمل بروكلينيشن للسنه شويه، واقدر اعمل ريتروكلايند للسنه شويه. تمام، واقدر اعمل اكستراكشن عادي، يعني لو عملت اكستراكشن ورجعت بالسنه لورا شويه ما يحصلش معايا حاجه، يعني الاكستراكشن هنا ينفع. تمام، طيب الحاله لو بروكلاينيشن حصل، في الحاله اصلا بروكلايند جامد ومفيش سبيس مش موجود، يبقى انا هخلع هنا ولازم اخلع هنا كمان، لان الحاله دي طول ما هي بروكلاينيشن يبقى الليب بتاعتنا مش هتقفل، والنيزيو ليب اللي هي الانجل بتاعتنا تبقى ضيقه. النيزيو ليب الانجل مبدئنا اهي اللي هي المناخير كده والليب كده، ده الزاويه دي ودي الليب اللور وده خد العين. تمام، الزاويه اللي هنا دي هي دي، طول ما الانسايد طالعين لبره الليب بتاعتنا دي هتفضل مفتوحه والزاويه دي هتبقى ضيقه، فاحنا هنعمل اكستراكشن فور وهنرجع لورا بالاسنان لورا. طيب في الحاله بقى اللي السنان بتاعتنا اصلا واقفه، تمام، يعني جايبه ماينس واحد او جايبه اقل من كده بكتير، يعني لو مجرد لو رجعت بيها لورا سنه هيحصل فلستريشن للروت زي حاله بلس 2 ديف 2. السنان بتاعتنا التو سنتر راجعين لورا واللاترال اوفرلابنج عليه، في الحاله اللي السنان بتاعتنا ريترو كلايند ما اخلعش خالص، حتى لو الحاله سيفير كراودد او الحاله محتاجه 9 مللي سبيس، عايز 9 مللي سبيس ما اخلعش خالص غير لما اعمل ليفرنج والاينمنت ليها وارجع ارجع الريترو كلايند اللي موجود ده لحاله بوزيتيف 7. كل درجه بتدينا 8 من 10 سبيس، او نسميها كل درجه بواحد سبيس، يعني انا عشان هقدم السنان لقدام 7 او 8 درجات فهتديني 8 مللي سبيس. نمسح ده كله ونعمل واحده، يبقى حاله النورمال اقدر اخلع اقدر ما اخلعش اقدر ارجع سنه لورا اقدر اقدم قدام شويه. حاله البروكلاينيشن ومفيش سبيس مش موجود اخلع. حاله الريترو كلاين والسيفير كراودنج 9 مللي ما اخلعش. دكاترة من فضلكم لو ما في سؤال بس اعملوا ميوت. الله يعطيك العافية دكتور. واضح. الصورة اللي قبلها برضو بالمرة ايه؟ حالات الاوبن بايت اعمل فيها اكستراكشن علشان هيديبنج البايت معايا. حالات الديب بايت ما ينفعش اعمل فيها اكستراكشن حتى لو سيفير كراودنج. تهيل زي الانجل ليب اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. النيزيو ليب الانجل اهي بتاعت الاسنان، دلوقتي الاسنان دي طالعه لقدام شويه، ده الاي لاين المفروض ان بين الاي لاين وال الصوت بس عندي علق ولا عند الكل؟ عند الكل صوت قطع. دكتور رباح صوت مو طالعها مو شغال، شكلنا حنرجع للدكتور انيس.
عيوني دكتورة، كده عم انت بخير. كنت بخير الله يسعدك يا رب. دكتور ممكن ترسل على الواتس هذا اللي كتبته على الهنم على الشات؟ ايه اكيد طبعا. انا تركته هون مشان الدكتور رباح يشوفه وبعدين يبعته هو، اذا ما بعته طيب ببعث لكم اياه. تمام. دكتور ناصر سؤال وقت ما يرجعنا دكتور رباح. كل عيون الدكتور، كل عام بخير وانت بألف خير. الله ربي مبارك طاعتك دكتور. كل درجة بروكلينيشن للأبر فرونت بتعطينا 1 مليمتر من السبيس ولا أكثر؟ هلا هون هو حكى هيك، يعني أنا ما بحب أحكي إذا الدكتور حكى أو المحاضر، بس والله هي بتختلف حسب السن، يعني اللاترال مثلا او السنترال لور مو نفس الابر، فهي بتعتمد على حجم الاسنان نفسهم، عرفت علي؟ طبعا. يعني القواعد هدول قواعد عامه، مثلا خلينا نقول على الاسنان الطبيعيه باحجامها الطبيعيه، بس هي القواعد مو ثابته. تماما تماما تماما. حتى الاكستراكشن هون بس ايه، يعني حتى الاكستراكشن والقواعد اللي قلنا لكم اياها هي 80% 90% من الحالات، بس ما بتعتمد بكل الحالات يعني. بعدين وشغله تانية بدكم تحطوا دائما بالاكستراكشن او الشغلات هاي، هل السن معالج عصب مو معالج كذا، احيانا بتضطر مثلا تشيل الخامس بدل الرابع لان الخامس متهدم، فليش تشيل واحد سن طبيعي؟ فكتير شغلات بدكم تحطوها بالبال يعني. بالضبط صحيح. احنا بنتكلم على اساسيات. بالضبط يعني. لا بالعكس يعني لا بالعكس، برافو عليك. طبعا معايا كيس هوري لك في اخر الحلقه، الحلقه اكستراكشن 4 ليب انكومبتنت وبروتروجن للاسنان، والحلقه اكستراكشن 4 بس هو عامل واحد اندو وواحد فايف، عامل اندو وفايف عايز يعمله اندو. انا هضطر اخلع فايفز لكل الاسنان حتى لور، اخلع فايفز عشان راجع اظبط المولر ريليشن بتاعنا يبقى مظبوط، اخلع فايفز واستخدم ابسولوت انكرج من اول يوم، استخدم مينو سكرو واستخدم تي بي اي من اول يوم. وممكن كمان نعمل طريقه حلوه برضو، ان المين سكرو بتاعنا فيه منه ادجسنت كده بيبقى ليه فتحه بتحط جواها واير وتحط عليه فلوبل كومبوزيت وتمسكه بالتيوب بتاعه السكس، فكده السكس مش هيتحرك معاك خالص مزيان. تمام دكاتره، واضحه النقطه هاي، بس مشان ما حدا يضيع او يقول دكتور ناصر او دكتور رباح انه حكوا بالكورس كذا كذا، يعني هي خلينا نقول قواعد عامه، قواعد عامة بتزبط على معظم الحالات لكن مو على كل الحالات. دكتور ناصر العملية تسبيس أناليسيس هي عبارة عن كمبرهنشف أورثودنتك سبيس أناليسيس، كيف أنت بتحسب الكراودينج والسبيسينج رقم واحد، هو الأفيلابل سبيس مع ريكوارد سبيس أكوردينج تو ذا توث ماتيريال أند أفيلابل إن أرش، هذا رقم واحد. الحاجة الثانية بتحسب الليفلينج اوف ذا كيرف اوف سبي، اذا الحاله عندك ديب بايت ديب كيرف اوف سبي او اكسنت اكثر من 1.5 مللي، يعني لو عندك 3 مللي ديب كيرف اوف سبي انت عايز 1 مللي، لو عندك 4 مللي كيرف اوف سبي انت عايز 1.5 مللي. كيف تقيس الكيرف اوف سبي؟ تكلم عليه الدكتور قبل شويه الدكتور ماوري. بعدين بتحسب الارش اكسبانشن والكونتراكشن، بتعمل اكسبانشن ولا كونتراكشن ولا لا. بعدين بتحسب البروكلينيشن انتايزر انتريو بوستيرور بوزيشن، اي ملي سبيس انت عايز ريتراكشن انت عايز 2 ملي، واي ملي انت بتعمل بروكلايناشن للانتريور تيس انت بتحصل على 2 ملي، لان الفكره نص قطر دائره، كانك بتجي على نص قطر الدائره وتحركها، فاذا حركتها بوستيرير انت عايز ملي في اليمين وملي في اليسار، اذا حركتها انتريور بيعطيك ملي في اليمين وملي في اليسار. نفس فكره الاكسبانشن، اذا عملت اكسبانشن 1 ملي بيعطيك نص ملي في اليمين ونص ملي في اليسار. بعدين بعمل لكم سيمينار عن الموضوع ذا كله، حتى الجروث بتحسب كم بيطلع معك مع الجروث، حتى الانجوليشن بين الاسنان الميزو ديستال تيب كم تحتاج سبيس، تحتاج نص ملي سبيس للكوركشن للميزو ديستال تيب. احيانا تجي لك الحاله عند الميزو ديستال تيب زياده، بمعنى الاسنان نايمه، يعني كيف السن الزاويه مع الميد لاين عاليه، انا عايز احركها شويه بستفيد من اني احرك اعمل ابرايتنج الاسنان شويه واحصل على سبيس. التورك ايضا انت عايز ملي لكل 5 دقري من التورك، ويعطيك ملي لو عملت انت بروكر تورك انتريري للاسنان. غير كذا كمان الجروث تحسبه، وانت بتعمل جدول في نهايه السبيس اناليسيس تعمل كراودنج وسبيسنج والليفلنج اوف كيرف اس بي والارش ويد شينج والانسايدر انتريو بستريشنج
والانجوليشن والانكلينيشن. كل هذا تحسبهم according to the profile of the patient وaccording to the case if deep bite or open bite. إذا الحالة deep bite تحاول تتجنب الاكستراكشن قد ما تستطيع وتشوف الافيلابل سبيس والريكوايرد سبيس اللي عندك according to the requirement كامل. إذا الحالة مش deep bite يعني open bite، الopen bite تحاول تروح ناحية الخلع وتحاول تتجه باتجاه البوستيرير تيف. إذا كان البروفايل تبع المريض يسمح بأنك تسحب الأسنان الأمامية يعني ما راح تصير شكل المريض dish in appearance، الأبر واللور ليب away from aesthetic line أو touch aesthetic line عادي اخلع الرابع واسحب براحتك. إذا كانوا away يعني بمعنى المريض بيتحول إلى dish in appearance، لا تحول خلع تبعك للخامس للسادس للسابع. كل هذه النقاط بتحسبها مع بعض وتقرر، ما بتجي على نقطة معينة وتقول أنا عايز 10 ملي سبيس خلاص خلع، أنا عايز 5 ملي سبيس خلاص أعمل ستريبينج، لا بتجي معها كلها مع بعض وتخرج بخطة، كله اعتمادا على البروفايل تبع المريض، على شفايفة، على السبيس الموجود، على البروكلينيشن، على الإكسبانشن اللي بتعمل، على كل شيء. لذلك من أكبر أخطاء التقويم إنك تجي على زاوية معينة في التقويم وتقول لا أنا بخلع وتعصب على رأيك، لا لابد تحسب كل حاجة. وعلى ضوءها ليش التقويم إلى الآن لا زال العلم هو اللي الناس بيبحثوا ويجلسوا، يعني لو تشوفوا الآن تقريبا كل المؤتمرات الآن في الكورونا فيروس معظم المؤتمرات تقويم، لأنه كله يتحكم فيه استجابة المريض وتفتشه صح ولا لا. يعني ممكن قد عمل الديستلايزيشن أربع عمل لي كل ناحية وما أستفيد منه ولا ملي منهم وسبب ما عندي أنكوري. فلذلك كل شيء لابد ينحسب. هذا كله في حاجة اسمها بس أنا لسه مع in the treatment plan مع تفتشوا مع كل حاجة يحسبه. مثلا لو أنا عايز أرجع الأبر لب 3 ملي كم اللب بترجع؟ اللب بترجع 2/3 ثلثين السبيس اللي أنا رجعته، يعني لو أنا رجعت الأسنان 5 ملي أنا أكون رجعت تقريبا 3 ملي بس من اللب. استجابة تفتشوا مع الهارت تشو جوا مختلفة تماما ومن مريض المريض كمان. ما ينفعش اني اجي اقول نقطه واحده واخلع خلاص نقطه واحده، لا ما ينفعش اعمل له ستريبنج، لا ما ينفع الكلام ده، لابد اعمل له خطه علاج كامله واحطها في جدول واحسب حساباتي كامله وبعدين اقرر العلاج. لذلك ما استفتشوا هو اللي بيأثر على العلاج. كل العمل التسبيس مش واحده، 6 نقاط هي كراودنج سبيسنج بروكلينيشن اكسبانشن اوفر جيت. ايضا عاد هذا كله يعتمد على الكناي ريليشن وعلى المور ريليشن، هل انا اشتعد الكناي ريليشن وحدها او عاد اشتعد الكناي ريليشن مع المور ريليشن. يعني مثلا بعض الناس يقول لك انا بس ابغى اعدل الكناي ريليشن، في بعض الناس لا، من الناس القديمين بالذات يبغى يعدل الكناي والمولار، يموت ويعدل المولار يصبح كلاس 1، يضطر يخلع الفايف احيانا ما فيش اي كراودنج عشان يعدل المور ريليشن، ويكون الانكوريج تبعه صعب ويجلس يتحكم بالفيرتيكال دايمنشن ويكون تعب نفسه اللي هم اصحاب انجل وتويد وما تويد. طيب بس هو غلط اصلا ان انا اخلع سنه ملهاش لازم، يعني اخلع سنه من الانسان وانا عشان ارجع مولر ريليشن، مع ان العيان اللي عنده مولر ريليشن 2 هو نفس العيان اللي عنده مولر ريليشن 1. المشكله يا دكتور الواحد يتعصب في التقويم لرايه مصحاب ديمون سيستم بيقول ما تخلعش خالص اعتمد على اكسبانشن وخلاص، وغلط. ما هم عشان كده بقول لك مفيش حاله حصل فيها ستيبل اكتر من 10 سنين. كيف مفيش حاله ستيبل؟ مفيش حاله فضلت ستيبل اكتر من 10 سنين، والكتاب ده موجود في بشاره كمان الجمله دي بالنص. مفيش حاله عملت ستيبل في ديمون اكتر من 10 سنين. حاله ستيبل ديمون وغير ديمون، في حالات حتى بدون خلع يا دكتور. اي بس انه كل هذا يعتمد على الريسبونس تبع العيان وعلى الادابتيشن تبع السيستم. هم دول اربع حاجات يا دكتور اهو، اللب ده عامل تمام، والاوبن الانكلينيشن عامل، والاوبن بايت والديب بايت عامل، والكراودنج دول عامل، دول اربعه اهو عندك اهو. جميل. لذلك ما ينفعش تيجي على طول تقول لا ما ينفعش اخلع، ما ينفعش لا. تجمعهم كلهم دول اربع حاجات. ايوه نعم، دول اربع حاجات لازم الواحد يعتمد عليهم. عشان كده احنا في كيس هنا دكتور حتى ناصر قلت له ان احنا حتى لو الكيس بتاعتنا انكومبتنت لب نخلع، وفي حالات لو هي انكومبتنت لب هخلع 5 مش هخلع 4 عشان اللب بتاعتنا ما يحصلش ان الزاويه بتاعتنا تزيد. فاحنا دول اربع عوامل، احنا لسه على فكره ما دخلناش في تريتمنت بلان، يعني احنا دول اساسيات بس، يعني احنا لسه ما دخلناش ايه هو المايلد اصلا وايه هو المودريت وايه هو السيفير.
نعم، فالتريتمنت بلان بتجمع السبيس مع السفالومات بتجمع الاربع حاجات مع كل حاجات كل الحاجات بعدين تقرر، ما تجيش على نقطه معينه وتقول لا هذا بخلع هذا ما بخلع، لا تجمع خطتك كامل وبعدين تبدا تقرر الخطه اعتمادا على الحاجات اللي عندك. حاله زي الريترو كلايند انسايزر دي يا دكتور تمام، لو السنان دي موجوده والحاله بتاعتنا حتى لو سيفير كراودنج تمام، يعني 9 ملي سبيس يعني سيفير كراودنج خلاص من الحالات اللي احنا نخلع فيها، ما اخلعش فيها. ليش ما تخلع؟ لو الحاله جنب سمايل وانت عايز سبيس الانتروجين، انت عايز كراودنج 9 ملي عندك وعندك تمام. انت عايز كمان 4 ملي الانتروجين، يعني كل الفراغ اللي بتخلع فيه الفور بس تستغله، ما راح يحصل اي ريتروكلاينيشن للاسنان. انا عايز اعمل بروكلاينيشن ليها احيانا. النزيو ليبيال انجل في الحاله زي دي يا دكتور، النزيو ليبيال انجل في حاله زي دي تمام بتبقى كده، بتبقى فلاترنج، بيبقى المناخير كده والعين كده بالظبط. مش دايما يا دكتور، في حالات كلاس 2 ديفينتو يكون احيانا في مرضى يكون. انا قلت كلاس 2 دكتور كلاس 1، انا قلت شبه انا عايز اشبه بس هو التليفون. يلا انجل، انا عايز اشبه بالكلاس 2 علشان اوضح الصوره، بس انت بتكلم على كلاس 1، كلاس 1 عاديه، فاهم قصدي؟ ايوه خلاص كمل عشان الوقت لا عاد يضيع بعدين كمل يا دكتور. دول الاربع حاجات اللي احنا لازم نعتمد عليهم في الحال، الليب بتاعتنا هي كومبتنت ولا انكومبتنت. لو الليب بتاعتنا مش مقفوله يبقى انا هميل للاكستراكشن، عشان مش هنقول اكستراكشن، هنميل للاكستراكشن، يعني الاكستراكشن ده من التشويز اللي احنا هنحطها قدامنا. لو الليب مش قافله كويس، لو الليب قافله كويس يبقى انا مش هميل للاكستراكشن، يبقى نون اكستراكشن نسبته 70%. طيب لو الحاله بتاعتنا الريترو كلايند يبقى انا مش هميل للاكستراكشن، يعني 70% مش هخلع. دكتور ثواني احط ميوت، ثواني احط ميوت للدكتور اسوا. بدون ما تقول 70% نفس ما شرحنا، بس وضحنا هي النقطة انه على الحالات اغلبها، عرفت علي؟ فواضح كلامك، ونفس ما قال الدكتور ياسر يعني الدراسة الفول تريتمنت بلان تعتمد على كل شيء. تمام، انا برضو بوضح لهم ان الاربع حاجات دول اساسيين، يعني الليب والانكلينيشن بتاع السنان والحاله دي بايت ولا اوبن بايت والحاله الكراودنج اللي موجود فيها ايه. تماما، دول اربع حاجات الاساسيين في الحاله. ايوه هذه الحاجات اساسيه، وكل هذا كمان احيانا يجي لك كل هذا مضبوط ويجي لك سنان استثناءات. ايه طبعا نحن عم نتكلم على دكتور 80%. انا 80 مشان انا حبيت اقول 80 بس مشان باقي الاطباء ما يقولوا انه خلص القاعده هي بتمشي دائما. نحن بنتكلم لو كان الاسنان طبيعيه تمام كذا كل الوضع واجت نفس القاعده هي، لكن بالنهايه كل بيشنت عن الثاني، فما يعني اكيد كل الموجودين هلا فهموا، كل اللي حيتابعوا المحاضر لاحقا وتحط لهم هي الصوره، فنحن عم نتكلم هلا على الاغلبيه. تفضل. حالة زي دي مايلد كراودنج تمام، لاني كنت انت منطلق بالشرح دكتور، هلا بدات تتلبك. لا مش مهم، انا بس والله انا خايف اني اكون غلطت في حاجه بس. لا 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 ما غلطت، بالعكس، بس انا حبيت اعطي هي التنبيه بس كملاحظه، عرفت علي؟ مشان ما يجي حدا بيوم من الايام يقول كذا كذا، بس انت توكل على الله، يعني كمل نفس ما انت بدات، انا والدكتور ياسر وكلنا معاك. تمام. حاله زي دي مايلد كراودنج، علاجها يعني سنه ايه، مفيش، مش محتاجه حاجه، كلها 2 مللي 3 مللي سبيس هتحتاج، فاحنا ممكن نعمل اي بي ار ونبدا نعالج حاله زي دي. طبعا برضو هنبص على البروفايل بتاع البيشنت تمام، لو الانكومبتنت ليب فالحاله دي ممكن تبقى اوبن بايت، فالحاله دي هنعمل فيها اكستراكشن حتى لو مايلد كراود تمام. بس احنا بنبص على حاجه واحده صغيره بس دلوقتي، احنا المفروض يبقى المحاضره دي كذا محاضره، المحاضرة دي المفروض تبقى horizontal و vertical مع بعض، اللي هو الاوبن بايت والكروس بايت والحاجات دي كلها، واللب اللي هي السوفت تيشو او الاكسترا اولر اكزامينيشن تمام، والام بي تي والروس ايه الفرق بينهم وايه الاستخدامات بتاعت الانكلينيشن بتاعت الاسنان.
امتى السنه تبقى باي ماكس وامتى السنه تبقى بروكلاينيشن وامتى السنه للفروكلاين. والحاجه الرابعه بتاعتنا الاربع حاجات اللي احنا بنعتمد عليها اللي هي الكراودنج اللي موجود في الحاله. فاحنا هنشتغل النهارده على اساس ان الحاله بتاعتنا هنخبي عينينا عن الثلاث حاجات الباقيين وهنمسك حاجه واحده اللي هي الايه الكراودنج. حتى هنا مكتوب ان الحاله دي مش محتاجه اكستراكشن بس احنا ممكن نعمل اكستراكشن 5 لو في ثلاث شروط موجوده. لو الليب بتاعتنا انكومبتنت الحاله نتيجه ان الليب انكومبتنت يعني السنان طالعه قدام شويه او الحاله اوبن بايت. يعني لو حاله اوبن بايت يبقى السنان مش هتقفل على بعض والليب مش هتقفل على بعض يبقى الحاله دي انكومبتنت يبقى انا اميل للخلع حتى لو مايلد كراود. بس هي كحاله زي كده والليب بتاعتنا مظبوطه والبروكلينيشن بتاع السنان مظبوط يبقى احنا نون اكستراكشن اي بي ار للحاله وخلاص. الحالة الثانية زي دي ممكن اي حد يقول لي الحالة دي سيفير كراودنج. لا الحالة دي عايزة 6 ملي او 7 ملي سبيس. تمام هي مودريت كراود. طيب اعمل امتى اعمل اكستراكشن 4 وامتى اعمل اكستراكشن 5. البروفايل بتاع البيشنت مي بي فلاترنج اهو. لو البروفايل بتاع البيشنت لا ما وصلت لو البروفايل بتاع البيشنت تمام مي بي فلاترنج. لو البروفايل بتاع البيشنت فلات خالص يعني مقفول تمام الزاويه بتاعتنا كبيره النيزيو ليبل انجل بتاعتنا كبيره يبقى انا اعمل اكستراكشن 5 اعالج الكراودنج بس ما زودش الحاله ان يرجع السنان لورا كمان. لا ده البروفايل بتاع البيشنت اهو البروفايل بتاع البيشنت والبيتشويز هو اللي هيأسس لك انت هتختار اني انكلوج وتعمل اني سن. تمام اكستراكشن بتاعنا من خمسه هنعمل اكستراكشن 5 لو اكتر من كده هنعمل اكستراكشن 4. طيب لو الليب بتاعتنا انكومبتنت حاله الليب بتاعتنا واحنا قلنا من 5 ل 6 مللي وهي كراود طب اعمل اكستراكشن 5. طب الليب بتاعتنا يا دكتور مفتوحه مش مقفوله او الحاله فيها سيمي اوبن بايت فيها سنه اوبن بايت. طب الحاله بتاعتنا ايدج تو ايدج مش اوبن بايت كمان ايدج تو ايدج. طب الحاله بتاعتنا الليب مش مقفول الحاله بتاعتنا الابر انسايزر طالعين لبره كتير تحس ان العيان كده في مسافه بين الابر انسايزر او الانسايزر ايدج بيخبط في الشفه بتاعته من تحت في اللور ليب. قال ايه احنا قلنا يبقى دكتور حمزه قال لا من 5 ل 6 يبقى 5 5 لا مش 5. لو في شرط من الشروط ده توفق معانا ان هو الليب بتاعتنا انكومبتنت او البروفايل بتاع البيشنت بتاعنا ايدج تو ايدج او اوبن بايت او السنان ظهر لقدام كتير هنعمل اكستراكشن 4. هنعمل اكستراكشن 4 علشان نعالج حاجتين. الحاجه الاولى نعالج الكراودنج وبقيه السبيس اللي موجود نرجع بيه للسنان لورا فنعدل السوفت تيشو تقفل معانا كومبتنت. وقلنا ان احنا الاكستراكشن بيديبنج البايت بالذات لما نعمل اكستراكشن 4 بيديبنج البايت اكتر لانه بيعمل السنان اكستروجن بزياده تمام فبيديبنج البايت. ولو الليب بتاعتنا انكومبتنت يقفلها معانا بسبب ان احنا بنديبنج البايت. يبقى السبيس بتاعنا لو 5 و6 مللي كراودنج يبقى 5 لو اكتر من كده يبقى فورس. لا ده في حاجه معانا الليب انكومبتنت الليب انكومبتنت و5 6 مللي سبيس استراكشن 4 تمام يا جماعه ده لو مودريت كراود. الحاله بتاعتنا لو سيفير كراودنج سيفير كراودنج يبقى ايه يا جماعه ايه عايزين احنا عايزين سنه كامله تخش جوه سنه كامله عايزه تخش جوه ومحتاجين حوالي 2 3 مللي سبيس هنا يعني محتاجين 10 مللي سبيس. الماوس نفسه بدا يعمل محتاجين 10 مللي سبيس. لو احنا محتاجين 10 مللي سبيس يبقى احنا محتاجين اقل حاجه نعمل اكستراكشن 4 علشان نرجع بالجزء السنان الانتيرير دول لقدام. انا بعامل الحالات بتاعتي يا جماعه كناين ريليشن تمام يعني انا عايز ارجع الكناين كلاس 1 بس ماليش دعوه بالمولر. المولر كلاس 1 مولر كلاس 2 مولر كلاس 3 مش تفرق معايا هياكل وهيشرب